لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب؟ قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وهنا ينبغي التذكير بحديث في سنده مقال يريده بعض المفسرين عند هذه الآية، وهو أن عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا، أن عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا، جزاك الله خير. وهذا الخبر الذي فيه أن ابن عوف يدخل الجنة حبوا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الخبر الذي فيه أن عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا ليس فيه، ليس له سند ثابت عن رسول الله، بل عبد الرحمن من العشرة المبشرين بالجنة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام.